أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كل أمر منسوب إلى الجاهلية فإنه مذموم مطلقا؟ نعم، كل أمر منسوب إلى الجاهلية فإنه مذموم مطلقا، لأن أمور الجاهلية مذمومة، الأمور التي في الدين. أما الأمور التي في الأخلاق والعادات، كرام الضيف وكرام الجار والشجاعة والمروءة، هذه محمودة، لكن المراد الأمور الدينية، فالدين قضى على الجاهلية، الدين الإسلامي قضى على الجاهلية، فلا يبقى شيء من أمور الجاهلية يتدين به لله عز وجل. وحتى أمور الجاهلية التي يظهر أنها من المحاسن لا نأخذ بها حتى يقرها ديننا. ديننا أقر إكرام الجار وأقر الوفاء بالعهود وأقر إكرام الضيف، هذه كانت موجودة في الجاهلية وأقرها ديننا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.